ضيفتي لليوم أستاذة موسيقى، مطربة لبنانية بكل معنى الكلمة من معنى، مرنمة، الأسلوب الفني اللي بتعتمده هيك خاص فريد، صوتها فريد، بتغني من كل قلبها، طاقاتها الموسيقية بينشاف الحال فيها. كارلا رميا، صباح الخير. صباح النور يا ميلاد، ينعاد عليك بالصحة. الحمد لله، اليوم عيد مرمرون وأنا كمان كتير مشتاق لك. اليوم عيد مرمرون ورح أحكي عن الشق الفني بصوتك، عن تمثيلك لبنان بكتير من المحافل الدولية، بس خلنا نبدأ من المناسبة، من العيد. ارتبط اسمك كتير بالترنيم، بالتراث الماروني. صوتك هيك، صوتك بتحسيه يعني بيردنا للتراث، للأصالة، بكل شيء بتغني. بس خليني أبدأ عن هالناحية الروحية، في هيك شعور وكأنه هيك صوتك بجوهر لما بترنمي، وخاصة هالتراث، هالأصالة. أول شيء قدمهم، قد ايه بتحسي عندك رسالة حافظة على هالتراث، على هالأصالة، وفعليا ليش هالشق الروحاني عطيتيه هالقد أهمية من مسيرتك الفنية؟ ليك ميلاد، أنا دايماً بقول إنه أنا برتل تصلي، يعني ما برتل تعمل عرض أو تعرض صوتي أو تبين مهاراتي الصوتية، لا، أنا برتل تصلي. فمشان هيك هو له حيز من حياتي، لأنه الصلاة والإيمان هو جزء كبير من حياتي. تحصيل حاصل يعني، هل قد سهل الفورمول، ما بدها تعقيد يعني. بكل بساطة يعني أنا الترنيم هو جزء أساس من حياتي، تشكر ربنا على النعمة اللي حطها فيي. نعم. وبرجع بقول إنه أنا بيسألوني كثير، أنت بترتلي أو بتغني؟ أنا ماني فاصلتهم عن بعضهم، إيه؟ أنا أكيد بغني، بغني الحب، بغني الطبيعة، بغني الوطن، لأنه بعتبرهم كمان هم رسالة ثانية مثلهم مثل الترتيل، ما بيتعارضوا مع الترنيم اللي أنا بعمله. أوف، يا ريت كل الناس هيك بتفكر مثلك، يعني يا ريت هلا هيك براسي عم أقول يا ريت الناس بتشوف بالغنية بنفس القيمة وبتعطيها المعنى المطلوب، لكأنها عم بتصلي. قد ايه بصير الفن احلى، يعني قد ايه بصير الفن ارقى وهيك وارق، قد ايه بنصير عم نشعر بمسؤولية الاشياء اللي عم نعملها. يعني كارلا ما بتصدق قد ايه هالشيء اللي هلا قلتيه مهم واحد يفكر فيه. مرسي ميلاد. لا، لانه هو الصوت اللي موجود فيي هو شيء حقيقي، جزء من حياتي، يعني انا عايشه مع هالصوت. يعني اذا بدك هو رسم لي خط حياتي ومسيره حياتي، فانا ما بفصل شيء بين الترنيم وبين الغنى، لان بعتبرهم مثل ما قلت لك اثنيناتهم رساله بصوتي عم اديها. طيب هلا خلينا لكن نسمع صوتك. احلى شيء واحد هيك يسمع صوتك، وانا بتابع كثير على السوشيال ميديا، ومرات بتحطي مقاطع من محلات، لما بسمعهم بحس حالي فعليا ما في واحد يبقى قدام صوتك هيك جامد ما يتحرك، يعني تلقائيا صوتك بحركه. خلينا نسمع شيء هلا هيك بمناسبه عيد مرمرون اليوم، من الروحانيات ومن الترانيم، وبرجع كمان بدي اطلب منك نسمع شيء لبناني، لانه كمان لبنان موجود كثير بصوتك، من الترانيم، من التراث، شو بتحبي تسمعينا اشياء؟ لك حضرت لكم ترتيله خاصه يلا. من الحان شرمية، ولكن الكلمات هنا من الليتورجيا المارونيه او فضل. من صلوات كل الناس تعرفها. يلا. يا دير العاصي الحاكي، مجدك نيست انطاكي، مارون عجبين التاكي، يصلي وشعبه مضمون، صلي عنا يا مارون. يا دير العاصي الحاكي، مجدك نيست انطاكي، مارون عشبين التاكي، بيصلي وشعبه مضمون، صلي عنا يا مارون. Ah,
والشعب الخلق يدعوني كل الشعب الماروني عن رسمك حامل موني من اسمك عامل أمون صلي عنا يا مانو دير العاصفة اشتدني اسمك انطاقي مارون عشبي دكتاك بيصلي وشعب صلي عنا يا مارو صلي عنا يا مارو. يسلم هالصوت كارلا وشكرا كثير لك. ومنعيد كل يلي اسمهم مارون اليوم يلي بيحملوا اسم مارمارون بهالعيد ومنعيد كل اللبنانيه. كارلا اعذريني على هالطرح بس مضطر لوصل لك الفكره استخدم هالاساليب. في تصنيف فني يعني بعض هيك الفنانين يلي بيشتغلوا مثلا اعمال اقرب الى التجاريه وفي تصنيفات اخرى ثانيه فنانين ملتزمين وفي تصنيفات انه فنانين يلي بيمثلوا لبنان بالمهرجانات الدوليه بس بتحسي تجاريا منهم كثير حاضرين ومنهم كثير على مثل يعني جماهيريا منه كتير. بفتكر معك الأسلوب منه هيك وبدي إياك تشرحي لي هل قديه الفن اللي بتقدمه كارلا اليوم عنده جمهور بيحب الفن، عنده جمهور بيحب الطرب، بيحب يسمع شي حلو على الدينة، وقديه برأيك مش دايما الجماهيرية بتعكس النجاح الفني؟ ليك اول شيء اكيد انه مش الجماهيريه بتعكس النجاح الفني لانه فينا نشوف الواقع الموجود. ما بدي اقول لك انه اللي بعمله انا نخبوي، لا، لان انا بعتبر كل الناس نخبه وبعتبر كل الناس ذويقه، ولكن المشكله يمكن هي بالتسويق تبع هالاعمال. ما بدي احط المشكله بس مثل العاده على وسائل الاعلام او على المنتجين او لانه بهالايام اختلفت الامور، اختلفت المعادله بوجود وسائل التواصل، صارت القصص يمكن أهون. بس المشكلة أنه الناس ما عم يصلى كل الأنواع الموجودة بالمجال، يعني عم يصلى أنواع معينة، عم يعمل متركاج على أمور معينة، هيدا الناس اللي عم تحبها أكثر، ولكن الناس مزوقة. وأنا بعرف قديه الناس بتحب اللي بنعمله، يعني قديه هي بتكون متلهفة ومتشوقة أنها تحضر حفلة موسيقية، يعني بس ينعلن عن حفلة ويعرفوا فيها الناس بتشوف كل العالم موجودة لأن هي متعطشة لهالنوع من الموسيقى. هلا مقياس قديه كيف تعرف هالعمل اذا منيح او لا هو جوده هالعمل اللي عم يتقدم، يعني بالنهايه انت بتعرف انه بس تسمع عمل لو الانسان ما كان اكاديمي او ولا كان موسيقي متخصص رح يعرف انه هالعمل حلو وجيد ومتميز. ولكن المشكله مثل ما قلت لك هو قديه عم يقدر يوصل لاكبر عدد ممكن من العالم. ولا اهضم منه ابني كارلا، نط شفته من ورا الشباك شفته عم يتنقوز ولا اهضم، بس بقى يعني بدي اضحك وما بقى قادر، بس لذيذ مهضوم، سلمي لي كثير عليه. ايه تفضلي كارلا، كملي. وبالنسبه لإلي يعني انا مش انه بدي اقول لك ما بيهمني انه يكون في جماهيريه او يكون في عدد اكبر من الناس بتعرف باللي بعمله، بلا بيهمني، بس منا هي المعيار الاساسي عندي. المعيار الاساسي هي جوده الاعمال اللي بعملها، يعني هيدا عمل ما رح يعني هيدا شيء ما رح اتنازل عنه كرمال احصل على عدد اكبر من الناس. مش عم بحكيك مثاليات، لا، عم بحكيك لاني مقتنعه بهالعمل اللي خصصت له جزء كبير من حياتي، ان كان بالدراسه، ان كان بالجو بالبيت، ان كان بالامور يلي انا فعلا تربيت عليها. فهالخط واللي بعمله بنبسط فيه وبتشرف فيه، وبحس انه ولا يوم من الايام رح اقول يا ريت عملت شيء اخذت اتجاهات مختلفه، لاني فعلا فخوره باللي عم بعمله. وان شاء الله الاشياء اكيد تتحسن وبيصل لاكبر عدد من الناس. بس بتعرفي شو كارلا، كمان ما بدنا ننسى انه هيدا الخط او اذا بدك هالنمط او خليني اقول هالبراندنج، هالتفكير اللي بشو عم بتقدمي، كمان بالمقابل عنده كثير اشياء يعني ريوردينج
لانه انت اليوم عم بتغني بدور اوبرا كثيره، بمسارح، ببلدان عم بتمثلي، يعني عم بتكوني ايضا بمقام فني مختلف جدا عن يعني اذا بدك السائد تجاريا، مزبوط ولا لا؟ صح. يعني له كمان نوع من الـ يعني بوزيشنينج، بحطك بمستوى مختلف، مزبوط؟ أكيد. يعني أنا بدي أقول لك قديه بشعر بالفخر إني أكون ببلد مش ببلدي، وكون واقفة على المسرح مع أوركسترا طويلة عريضة كلهم مش لبنانية عم يعزفوا هالموسيقى اللبنانية بهالفخر، وأنا عم كون عم غني وطني وعم غني موسيقتي، عم غني الموسيقى اللبنانية بهالقد فرح، بهالقد جمال، بهالقد تجاوب من الناس. يعني صدقني هيدا يمكن متعة ما في شيء بيوازيها، وبتخلق لك اكتفاء رائع. يعني انت بتحس يمكن هيدا احلى شيء ممكن تعمله بحياتك موسيقيا. نعم، بدنا نسمع شيء عن لبنان ولبناني بصوتك. شيء عن لبنان ولبناني بصوتي. يعني بتحتار بالبرنامج اللبناني الرائع اللي عندنا، يا بتحتار شو بدك تغني. فبتخيل رح غني شيء لوديع الصافي. تفضلي. يا يا اختي نجوم الليل شو فيها، سبحان خالقها وباريها، بهالسماء نادي المضوي، تدري يا اختي تعديها. ومثل نعاج بأرض برية سارحة والرب راعيها، شوفي القمر رفرف على المي، صورته للناس راميها، وحقول لنا بالزهر مكسي عكتاف ضيعتنا وروابيع، بكرة السفر يا نور عيني، خدودي من الهجران حنيها، مالي قلب اكسر قلب بيّل، ولا ميمتي بوس أياديها. هذا مقطع من موال يا اختي نجوم الليل، بحبه أنا كثير لأنه هو حوار بين خي وأخته عم يحكي عن لبنان وعن الغربة وعن إذا لازم نفل أو نبقى. فأحبيت اليوم غني. وكمان يعني بيدلك على قد وقديه كمان الريبرتوار اللبناني الأصيل غني بمواضيع مش بس إذا بدك هيك مواضيع بين الحبيب وحبيبته، يعني هيدا حتى الطرح بين خي وإخته والغربة يعني معالج موسيقيا بطريقة رائعة. قديش كمان هيك مدعيت للفخر، صحيح صحيح كارلا يعني. الفخر بس كمان بتزعل بمطرح معين، إنه مع مرور الوقت بعض المواضيع هي ذاتها بتنطرح كأنه هلأ بعد ما بنحكي قد ايه لبنان حلو، قد ايه ارض مميزه ومقدسه، ولكن اوقات عم نضطر نترك ونفل. يعني ما اختلفت كثير الامور حتى مع مرور الزمن، ولكن ان شاء الله ان شاء الله فعلا انه نرجع هيك نتمسك بهالارض لانه بتستاهل. قد ايه برايك يعني هيك بالعوده للروحانيات كارلا، قد ايه نحن اليوم فعليا بحاجه، يعني مع كل هالظروف يلي عم نعيشها، كورونا، وضعنا الاقتصادي والسياسي، قد ايه برايك اليوم الروحانيات بتقدر تعطينا معنى مختلف للشيء يلي عم نعيشه؟ لك ميلاد هيك رح استوحي شوي منك، يمكن هي الطاقه الايجابيه الاهم والاكبر والاساس للواحد يقدر يكفي بهالظروف، لانه يمكن لولا من هالرجعه على الروحانيات، لولا الايمان الكبير اللي عندنا اياه، ما كنا يمكن نقدر نصمد، لأنه في كتير قصص قدامنا عم تواجهنا وكل وحدة أصعب من الثانية. ولكن هيدا العودة للذات، هيدا الواحد يرجع فعلا يكون واثق ومآمن بالقصص الأساسية بحياته الروحية، بتخليه يصمد ويكفي ويتخطى كل الصعوبات. يعني فعليا شيء اللي قلتيه كارلا
قد ايه ممكن يعني التعصب والتطرف الديني ممكن يودي لمحلات صعبه ومؤلمه وسوداء؟ قد ايه الروحانيات على انفتاحها مع مختلف اذا بدك هالروحانيات اللي نحن بلبنان موجوده ممكن يكون عن جد مثل ما قلتي فسحه لنا لحتى لخلاصنا لمعنى مختلف من حياتنا؟ يعني سبحان الله كيف مرات هالاشياء يلي ممكن نستخدمها لنطبب حالنا فيها لنداوي جراح يمكن ارضيا ما قادرين نداويها. بدي اختم كمان معك قبل ما نختم هاللقاء كمان بشيء هيك روحاني اذا بدك مع هالصباح نعطي فيه هيك فصحة رجاء وامل للناس. اكيد انا اول شيء كمان ميلاد بدي اشكرك، بدي اشكر كل فريق القعده، بدي اشكر تلفزيون جديد، وان شاء الله هيك نتلاقى بمناسبه تكون عم نحتفل فيها بكل الاشياء الحلوه والايجابيه. اكيد بالحلقه رح اقول هيك ترتيله بحبها كثير انا كمان لالي اختم فيها. تفضلي. لولا الصليب ما نانا مخلصي، لولاك يا فادي حياتي من اكون، لولاك كنت تائها في غربتي وكان قلبي عابرا بحر الظنون، فأنا لك يا يسوع ولغيرك لن أكون، ولأجلك يا يسوع كل تضحياته لولا انتظاري لمجيك القريب، لولا عزائي بحياتي الثانية لعشت دوما في الدنيا غريب، همي سرور الأرض الفانية. شكرا لك، مجدا لك، شكرا لك، مجدا لك، كل لك أبد الخلود. شكرا كثير لك كارلا، يعني أكيد أكيد كان أحلى بكثير وأقرب بكثير لو كنت هون حدي بالاستوديو، يعني ونقدر هيك مثل ما بيقولوا نستفيد قد ما فينا من هالطاقة الحلوة بصوتك، لكن هيدي هي الظروف واستخدمنا اليوم إن شاء الله المرة الجاية استخدمنا الزوم، رغم أنه الزوم ما بيوصل الصوت 100%، بس هيدي هي هيدا اللي بين إيدينا لنضل، وهيدا يمكن كمان رغبة عنا نضل نلاقي بدائل ووسائل مثل ما قلتي نستمر بأنه نعيش حياتنا برجاء وبأمل. أنا بتمنى لك كل التوفيق وكل الخير، وما قدرنا كتير نحكي عن الشق يلي هو إذا بدك أيضا التعليم الموسيقي، لأنه أنت أستاذي بالموسيقى، ما بعرف عم بتعلمي أونلاين يعني ماشي حال ماشي حال الأونلاين؟ عم بعلم أونلاين في الوطن والمهجر، يعني هاي اللي بتسهلك أنك تتواصل مع برا كمان. وسؤالي كمان الأخير قبل ما نختم، شو في مشاريع؟ لأنه ما سألتك عن مشاريعك كارلا. لك يا ميلاد، انا قبل يعني كورونا كان عندي كذا كونسير بالخارج، نعم، واللي صار انه تاجلوا بسبب اللي صار، فاول عمل رح بيكون لي بس تخلص كورونا لان رجعت لنا موقعين العقد هو حفله بالباتاكلان بباريس، ان شاء الله اقرب فرصه يعني تخلص هالكورونا وترجع كل المسارح تفتح بالعالم بتكون هالحفله ان الله راد بباري مع أنصامنا. يا رب، وضل خبرينا بس تصير لحتى كمان نكون نحن داعمين لهالشغلة الحلوة لهالخبرة الحلوة. شكرا كثير لك كارلا رميا. ميرسي لك ميلاد. شكرا.